خرجنا اليوم كفعاليات ثورية ومجتمع مدني للتأكيد على احتضاننا للدفاع المدني. الدفاع المدني يشهد حملة تشنيع وحملة من روسيا بهدف الضغط على المجتمع الدولي لإخراجهم واعتبار الدفاع المدني إرهابيين. تنسقيت الثورة السورية في سالغاب الريف الغربي من حماة نسقت هذه المظاهرة رفض لما قررته روسيا أو تكلمت به روسيا الدفاع المدني، الدفاع المدني بأنه دفاع مجرم وعلينا إخراجه. في جمعة روسيا تقتلنا والدفاع المدني ينقذنا، فنحن باقون وثابتون ونقول إنهم منا ونحن منهم. ما في عندنا